شاركت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار في افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي بجمهورية الصين الشعبية، وذلك بحضور 37 من رؤساء الدول والحكومات وعدد من القيادات والمسؤولين الدوليين من أكثر من 130 دولة حول العالم. وقد افتتح الرئيس الصيني شي جي بينغ فعاليات المنتدى الثاني الذي يسلط الضوء على تشكيل المستقبل المشترك وتطوير مستوى التنسيق والتعاون من أجل تحقيق تنمية مستدامة. وحول منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، صرحت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أن هذه المشاركة في هذا المحفل الدولي الهام للمرة الثانية تأتي تأكيدا على أهمية ما يمرره من رسائل تدعو لتكثيف الجهود الدولية من أجل تحقيق المنجزات الثقافية التي تساهم في إعطاء الثقافة الزخم الذي تستحق. وأضافت معاليها: نعمل مع الجانب الصيني على عدد من المشروعات المتبادلة، ونعتز بأن تحظى مملكة البحرين بمساحة خاصة لإقامة فعالياتها وبرامجها كأول موقع صيني يخصص لدولة عربية. كما أشارت معالي الشيخة مي إلى أن تواجد مملكة البحرين في المحافل الثقافية الدولية يعكس إدراكا دوليا لما تمتلكه البحرين من إرث حضاري غني ومنجزات مستحقة نجحت المملكة في تحقيقها عبر السنوات لتضع اسمها في مصاف الدول الرائدة في مجال الثقافة والتراث. وعلى هامش مشاركتها في المنتدى، التقت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزير الثقافة الصيني سعادة السيد لو شوغانغ، حيث تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المهمة. كما تباحث الطرفان خطط تعزيز التعاون في مجالات الثقافة المتنوعة.